السلام عليكم، انا كلثوم مرات اسامه. السلام عليكم، انا اسامه راجل كلثوم. الحضور ديالنا اتصلت بينا وداد قفطان، دارت معنا واحد، شافت الفيديوهات ديالنا في مواقع التواصل وجات جينا عند اليوم، رحبت بينا وجينا عندها نهضروا معها. جينا الكافطان وداد، جينا لعندها المحل ديالها وعجبوني التصاميم ديالها. هي ديجا كانت معروفه بالتصاميم اللي كدير وكانت معروفه على صعيد العالم. المهم كاع هادشي اللي كدير زوين وكنقول لها تبارك الله عليك. كنقول الاحساس داكشي اللي دارت معاك راه ما خصكش دير بحال هكا، خصك تفرض الوجود ديالك وكون راجل شويه. لا ما خاصش تكون هي اللي حاكمه، بالعكس خاصهم يكونوا هما بجوج فحال فحال ويديروا هذاك الشيء اللي كيبغيو بجوج، ماشي تقول ليه نوض انت سيق، نوض انت جمع، نوض انت هاديه. ولكن انا كتجيني عادي ان الراجل يعاون مراته مره، الا كنت مريضه ولا ما قادراش ندير شي حاجه كيعاونني عادي، ماشي حشوم. معكم وداد كريستال، مصممه ازياء تقليديه وعصريه، واليوم غادي نقدم لكم شي حاجه اخرى جديده، يعني مساعدات مني الكوبل، اصغر كوبل في المغرب. بالعكس انا عجبوني بزاف هاد الكوبل، خصوصا انه باقيين صغار وبادين ازيرو، يعني ماشي اي واحد كيدير يعني هاد الخطوه. الصراحه الله يسهل عليهم، وان شاء الله كنتمناهم يديروا وليداتهم ويديروا مستقبلهم، وان شاء الله يكون تشجيع لبزاف الناس في المغرب. عرفت باللي كلثوم بدات كتقرا، دابا دخلت كتقرا في التصميم، وبالعكس عجبني الحال بزاف، وكنتمنى ان شاء الله نكون السند ديالها، نكون في جنبها، يعني اي حاجه غادي تحتاج يعني مساعدات مني ان شاء الله غادي نكون انا معاها في هذا الطريق حتى توصل للهدف ديالها ان شاء الله. انا كنصح اي بنت عندها الهوايه ديالها التصميم، عندها هوايه ديالها يعني الخياطه، اي حاجه كتخص هذا الميدان، فواخا ما تقوليش انا خياطه، لا انا خياطه، لا بالعكس انا كنفتخر براسي تقال لي خياطه، لانه انا كندير شي حاجه بيدي، يعني كل ما كنخرج شي حاجه كنفرح، كنديرها بحب، يعني الحمد لله، يعني شحال ما تقامت عليا الحاجه انا كنديرها، فانا اي بنت يعني زيد عليها هادشي، فبقولي بسم الله دخلي تقراي. انا دابا مازال باغا نزيد نقرا، ما عنديش مشكل، زعني نزيد القرايه. فاي بنت بغات هذا الشيء توكلي على الله، وبالعكس اي واحد كيدير شي حاجه اللي كيبغيها من قلبه راه كيعطي فيها، يعني اي واحد عنده مع هاد الشيء راه ما عمره غادي يكون خاسر، خصوصا الحرفه راه ما كتعطيش كاع الخساره. رسالتي لاي جوج كيبغيو بعضياتهم وما عندهمش لي موين باش يتزوجوا، فانا كنهديكم باك ديال الخطبه مجانا كمساعدات مني، وان شاء الله اي واحد راه الباب ديال كفطان وداد يجي مرحبا به، بابنا مفتوح لكم كاملين. كيف ما كتشوفوا هذا هو السبب اللي خلى المصممه وداد صادفنا عندها. كنبغي نشكرها بزاف، حيت هي كيف ما سمعتوا قالت لي غادي تعاونني في المسيره ديالي، حيت كيف ما كتعرفوا ملي غادا نشد ديبلوم وكلشي ما غاديش نلقى اللي يكون في جنبي وغيوريني، غادي نحتاج شي واحد اللي عنده خبره كبيره في هذا الميدان. داكشي علاش كنشكرها بزاف، كنقول لها الله يخطيك. كنشوف مسؤولين في البلاد ما كيحفزوكش بالزيد للقدام ودير شي حاجه زوينه. واليوم دفخر لينا صدفاتنا وداد حتى غادي تعاون الزوجه ديالي في المسيره ديالها. انا فرحانه بزاف، جاو عندي اصغر كوبل في المغرب وكنتمنى ليهم سعاده في حياتهم، ان شاء الله مستقبلهم يكون مزيان، وان شاء الله نكون عند حسن ظنهم وحسن ظن اي واحد او اي وحده بغات تقرا او بغات تعرف اي حاجه على هذا الميدان. ان شاء الله انا عند راهن الاشاره ديالكم.